السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا ایزی وے آف لرننگ قرآن. ان ٹوڈیز لیسن وی آر گوئنگ ٹو لرن سورہ فاتحہ وتھ تجوید ان شاء اللہ. سورہ فاتحہ از مکی سورہ. اٹ مینس اٹ ریویلڈ بیفور مائیگریشن بیفور ہجرہ. اٹ ہیز سیون آیات سیون ورسز. اینڈ سورہ فاتحہ ہیز سم مور نیمز لائک ام القرآن، سبع المثانی اینڈ سورۃ الشفا ایکسیٹرا. اوکے، لیٹس اسٹارٹ پریکٹسنگ. سو ریڈ آفٹر می. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وین ایور یو ریڈ قرآن، سو آلویز ریمبر یو شوڈ اسٹارٹ وتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایز اللہ سبحانہ و تعالی مینشن ان دا قرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. سو ریڈ اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. As I mentioned in Qaida lesson, that whenever you pronounce Dhamma or Waw, you have to make your lips round. So here, Ayn, U, A'udhu, A'udhu, and then Dhal, Dhu. A'udhu billahi minash shayta, ta, heavy letter. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. را with full mouth because را has fatha, you can see here. بسم اللہ، this lam of Allah will be read with empty mouth. The rule is, whenever kasra comes before the lam of Allah, Allah will be read with empty mouth. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. This both ra will be read full mouth. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله لله رب ال را with full mouth رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Now read in one breath. الحمد لله رب العالمين. اتحلق عالمين. will be pronounced with throat. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك مالك ما standing فتحة مالك مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مد دين. مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين.
وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صاد heavy letter must be read with a strong voice. طا heavy letter. را with full mouth. اهدنا الصراط المستقيم. تا and then قاف. قاف heavy letter. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صاد heavy letter must be read with a strong voice. را with فتحة will be read with full mouth. طا heavy letter must be read with a strong voice. صراط الذين الذين صراط ال صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. غ heavy letter must be read with strong voice. را empty را empty mouth because of كسرة. غير المغ غين heavy letter ضاد heavy letter. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم him. Make a difference between ha and this ha. This is the ha and this is the ha. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wow, whenever you pronounce wow, make your lips round as I mentioned. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. The end of Surah Fatiha, because Surah Fatiha is a dua. So when you finish ولا الضالين, say آمين. Okay, now once more time. بسم الله الرحمن الرحيم. Read after me. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ra will be read with full mouth. الحمد لله رب بالعالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ضالين. آمين. Alhamdulillah, we have learned Surah Fatiha in this lesson. Make dua that may Allah subhanahu wa ta'ala accept our effort, make us successful in this world and hereafter. Ameen. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alameen.